الغربة لفنان بقيمة رائد جورج أكيد محفز. أنا الغربة طلعت مني شاعر ما شاء الله، لكن أنت ذهبت إلى هناك وأنت نجم ساطع وما زلت طبعا، ولكنك قررت الانزواء. هل كان تأثير الغربة على رائد جورج سلبيا وليس إيجابيا؟ أي بصراحة سلبي. ليش يعني آثرت الابتعاد عن الأضواء؟ طبعا احنا عاجزين عن شكرك انك لبيت الدعوة بعد كل هذه السنوات الطوال من العزوف عن الخروج في المرابج الحوارية ولبيت دعوتنا. شيء يحسب لك اولا ويحسب اكيد لقناة NBC عراق. اشكرك، اشرف عيني بكم، اشكر على هذه الدعوة الكريمة. شوف تأثيرها هي صح، انا من الناس اللي اؤمن انه الفنان يكون مرتاح ويشتغل. صحيح، يعني يكون مرتاح واوكي ويشتغل، يعني تأثر المعاناة مو متأثر عاد ما نعرف، بس أنا عند مرد معاناة من شخصيا أنا، يعني أؤمن كل ما أكون مرتاح أكثر كل ما أشتغل أكثر. فالغربة أنت تدري يعني تكون ببلد وتروح أكو منظومة قيم تختلف بالدرجة الأولى، هي هاي المنظومة القيمية تختلف. ما أقول هي غلط يمهم أو إنه، بس أنا أقصد هي تختلف عن ما يعني ما هو صح عندنا قد يكون خطأ هناك، ما هو صح عندهم قد يكون خطأ عندنا، وهو لا خلل بهم ولا بينا، هي الحياة هي هيك يعني. نعم. قضية نسبية، فشوية صعبة أنه يعني تتكيف ويا مجتمع مو مجتمعك. أخذ التكيف الوقت الكثير يعني. هواية أخذ، اللي استفادت منه هو الدراسة. صحيح. الدراسة هو هذا المكان الصحيح أن تدرس، يعني أنه تدرس يعني وتدخل باختصاصات أي اختصاص اللي تريدها. بس استقرت أكثر ورا ما تزوجت، استقرت أكثر. جميل. لأنه يعني بعد الزواج فصار أكو استقرار، فعندي يعني أكثر وقتك تنظم أكثر يعني. تنظم أكثر حياتيا. نعم. فنيا لا، هذا غير قضية، فنيا هو هذا غير موضوع يعني. طبعا. لأنه فنيا تدري أول شيء لازم أخلص دراستي وعندي شغلي، أنا هم أدرس هناك، والتبعيد عن المنطقة اللي هي تنتج فن. صحيح. يعني أقصد منطقتنا. نعم. الشرق اللي هي الأعمال الشرقية اللي اختصاصي شرقي، أن تروح أنت مثلاً هوليوود وكذا، هاي لازم تدخل في منافسات يعني غير 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 قضية، هي لازم تروح تعيش هناك وتدخل بغير منافسة وتكون أنت صغير يعني يعني تتكيف ويا الوضع مالتهم أساساً. جميل. وتكون عندك سلاح دراسة، لأنه هم هناك الفن يمهم شامل تقريباً، تلقاه هو ممثل مسرحي بس هو عازف وهو يغني أوبرا وكذا يعني إنشي، فتسلح وتروح تدخل يعني هناك. فلذلك بس العفو أرجع على سؤال يعني حول الغربة، يعني أكو ناس تتحمل وأكو ناس ما تتحمل، أنا من أول ما أتحمل يعني كم سنة أبقى أعيش وتحس بالغرفة صعبة هي. صحيح. يعني كم سنة يعني هي ضد الحق وحق الحياة أن أنت توصل مثلا هالعمر وأنت بعدك هم أنت تعيش بالغرفة. عندك خطة وبلان معين أنك بعد الدراسة ترجع للشرق الأوسط تحديدا العراق؟ يعني إذا يصير أكو يعني مشاريع جدية فنية يعني ممكن أروح باك أند فور، أروح وأرجع أو أروح فترة أستقر وأرجع، يعني ممكن. أنت استقر صعبة من يصير عندك أطفال وطفل وبيت وكذا، هي صعب هاي الأمور.